اصنع ما شئت، لكن لن أنساه، لن أنساه، وسأظل أفضله، وسأظل أرى بأنه الأمتع والأفضل، وسأظل أحبه ولا أقارنه بأحد. عالمية منك يا فيتوري، الله يبارك. للمعداني في البعيدة، ها فوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة. قد المدرب المساعد ونجم الأهلي الكبير ونسخير محمد المجدوب اللي يتحصل على فرصة ثمينة ويتوغل بكرة داخل منطقة 18 ياردة. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول، the lifeblood of your car. فريق الأولمبي بالزاوية. حكاية فريق الأولمبي بالزاوية مع مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بدأت لأول مرة في الموسم الرياضي 85-86-900 و1000، حين سجل فريق الأولمبي بالزاوية أول حضور له في مسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم، ولعب أول مباراة رسمية في دور الأضواء أمام فريق الأهلي طرابلس، وفقدها بنتيجة 3 أهداف لهدف سجله لاعبه نوري أبو زيد من ركلة جزاء. وعلى الرغم من أن المشاركة الأولى كانت قصيرة ولم تستمر وتدوم سوى موسمين، إلا أن الأولمبي وبعد غيابه لثمان مواسم عاد مرة أخرى، وسعى الأولمبي دائما للعودة مجددا إلى دور الأضواء للمشاركة في الموسم الرياضي 94-95 ليواصل المشاركة على مستوى الدوري الليبي الممتاز. حكاية اللقب الأول والوحيد، وعلى مستوى الإنجازات والنجاحات حقق أبناء مدينة الزاوية اللقب مرة واحدة وسط فرحة عارمة من جماهيره في الموسم الرياضي 2003-2004، ليكون الأولمبي أول فريق من خارج مدينة طرابلس وبنغازي يحرز اللقب بقيادة المدرب البلجيكي رينيه تيلمان، وذلك في موسم تألق خلاله نجوم أولمبي الزاوية في موسم استثنائي، حيث ضمت التشكيلة عبد الله العمامي وعلي شيوة لحراسة المرمى، وعبد السلام خميس وأحمد النويري ويونس الشيباني ومروان المبروك ورمزي سويكر وجبريل جب وأشرف معمر وأسامة زقلام ونادر كارة وعادل شتاوي وأكرم العزابي وبشير حسين وناجي الشوشان وأحمد الشيباني وعز الدين المصراتي. توج الأولمبي بلقب بطولة الدوري الليبي لأول مرة في تاريخه برصيد 57 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الاتحاد، حيث خاض الفريق 26 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 3 مباريات، وأحرز لاعبوه من الأهداف 42 هدفا، وهو القوة الضاربة في الموسم وأقوى قوة هجومية فيما استقبلت شباكه 16 هدفا. وبعد هذا اللقب حافظ الأولمبي على بقائه بدور الأضواء محققا في أبرز إنجازاته المركز الثالث في الموسم الكروي 2004-2005. وخلال رحلته الكروية الطويلة مع مسابقات الدوري الليبي لكرة القدم، قدم أولمبي الزاوية العديد من الأسماء المحلية البارزة إلى جانب كوكبة من أبرز المحترفين الذين تقمصوا ألوان وغلالة الفريق أمثال العربي العقوبي وعبد القادر بالحسن، وهما من نجوم المنتخب التونسي. وقاد الفريق عدد من المدربين من مدارس تدريبية مختلفة أمثال علي الزقوزي والمهدي السوكني ورشاد بوبكر وبشير القذافي وبوبكر باني وصالح صولا ورضا عطية وعلي الأسود وجمال بنوارة والجزائري عبد المالك مجازري، ومن تونس أيضا أحمد الذيب وخالد حسني ولطفي جبارة ومنير شبيل. وعلى مستوى بطولة كأس ليبيا لكرة القدم، بلغ فريق الأولمبي المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه في الموسم الرياضي 2005-2006، حيث تقابل مع فريق الأهلي طرابلس وفقد نتيجة المباراة 2-2 ليحل وصيفا لبطل الكأس للمرة الأولى في تاريخه.
وعلى صعيد مشاركاته الدولية الخارجية شارك الفريق الأول مرة ممثلا للكرة الليبية عام 2002 في تصفيات بطولة الأندية العربية، حيث التقى بفريق الإفريقي التونسي، وتمكن الأولمبي من تحقيق الفوز بهدفين لهدف أحرزهما كلا من عاطف مبيس وعادل شهوب. وقاد الفريق في هذه المباراة المدرب الوطني جمال بونوارة. ثم كانت للفريق مشاركة عربية مشرفة في منافسات بطولة الأندية العربية التي استضافها نادي اتحاد جدة السعودي عام 2003، وكان الفريق نداً لكل الفرق العربية التي واجهها، وأشادت الصحافة العربية والسعودية بممثل الكرة الليبية الأولمبي الذي استهل مشواره بتعادل سلبي أمام فريق الملعب التونسي، ثم نجح في تحقيق أول انتصار عربي على حساب المريخ السوداني بهدفين لصفر أحرزهما محمد الطاهر السباعي، ليصعد الفريق إلى الدور الثاني الذي واجه فيه مستضيف البطولة اتحاد جدة، ونجح في فرض نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، ليجدد اللقاء بفريق الملعب التونسي، حيث انتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لهدف أحرزه اللاعب عبد السلام خميس. ثم التقى في رابع مبارياته بالبطولة بفريق القادسية الكويتي، وأسفرت نتيجة اللقاء عن فوز الفريق الكويتي بهدف لصفر. وقاد الفريق في هذه المشاركة المدرب التونسي خالد حسني، ونال حارس المرمى عبد الله العمامي جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة. وعاد الفريق عام 2005 ليمثل الكرة الليبية في تصفيات بطولة الأندية العربية عام 2005، وغادر المنافسات عقب خسارته أمام غزل المحلة المصري ذهاباً بهدفين لهدف أحرزه نادر كارا، وإياباً بهدفين لصفر، أول ظهور على الواجهة الإفريقية. وفي نفس العام 2005 حظي الفريق بشرف تمثيل الكرة الليبية في تصفيات بطولة الأندية الإفريقية، حيث نجح في تحقيق أول انتصار إفريقي، وتأهل على حساب فريق النهضة التشادي بعد فوزه ذهابا بملعب الزاوية بهدفين لصفر أحرزهما عبد السلام خميس وعمر داود، وخسارته إيابا بالعاصمة أنجمينا بثلاث أهداف لهدفين أحرزهما كلا من نادر كارا وسراج أصوعي، ليتأهل الفريق إلى الدور الثاني الذي واجه فيه فريق اتحاد العاصمة الجزائري الذي فاز على الأولمبي ذهابا بهدفين لصفر، ثم فاز إيابا بخمسة أهداف. وقاد الأولمبي في هذه المشاركة الإفريقية الأولى المدرب أحمد الكوت. هذا البرنامج برعاية غافينول، the lifeblood of your car. Quality made in Germany. Try it and see. غافينول. The lifeblood of your car.